وقفة احتجاجية أخرى أمام مبنى إدارة أمن عدن، هذه المرة كانت نسائية خالصة يطالبن فيها السلطات بالكشف عن مصير المعتقلين. نحن هنا نساء محتجين بسبب الظلم، شلوا أولادنا من البيوت، يقتحموا بيوت. اللافتات المرفوعة ترجمتها أمهات يتحدثن بحرقة عن مصير أبنائهن، ولا يمانعن من اتخاذ الإجراءات القانونية في حال ثبوت الاتهامات. إذا أبنائنا مدانين دخلهم سجون روحوا إحنا عيالنا يفيدون إحنا. رغم أهمية القبضة الأمنية لمواجهة اختلالات أرقت العاصمة المؤقتة في الفترة الماضية، إلا أن غياب المنظومة القضائية لمعالجة هذه القضايا ينزلق بالسلطات نحو ممارسات قمعية يؤخذ فيها أبرياء مع مذنبين. آدم الحسامي، قناة بلقيس، عدن.